يقول: لم ألتزم بالصلاة في أول حياتي، وقد فاتتني الكثير من الفروض، فهل أستطيع أن أقضي الآن ما فاتني في الماضي؟ الصحيح أن عليك التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة في المستقبل، أما ما فات وأن تترك الصلاة متعمدا أنت لست على الإسلام، لست على الإسلام، دخلت في الإسلام بعد التوبة والمحافظة على الصلاة.